يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاضاً في درجات الحرارة بمقدار 5 إلى 7 درجات مئوية، وتتساقط الأمطار متفاوتة الشدة وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتور، ويعني بعد التحية، تقلبات جوية نشهدها اليوم وتشهدها البلاد، مزيد من التفاصيل حول حالة الطقس اليوم وغدا وعلى مدار الأسبوع القادم. اهلا بحضرتك يسلم، واهلا بكل الساده المشاهدين. طبقا للتحذير اللي اصدرته الهيئه العامه للارصاد الجويه بدايه هذا الاسبوع بحاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، تبدا اليوم وتستمر معانا غدا السبت ان شاء الله. بالفعل اثرت جمهوريه مصر العربيه بمنخفض السودان الموسمي مع منخفض جوي اخر في طبقات الجو العليا، وعمل ذلك على تكون السحب وسقوط الامطار. كانت معظم هذه الامطار ما بين متوسطه وما بين غزيره على بعض المناطق، وكانت مصحوبه بضربات البرق والرعد. يمكن بدات هذه الامطار منذ الصباح على محافظه مطروح وامتدت تدريجيا وشملت الاسكندريه ومحافظات الوجه البحري وايضا القاهره والجيزه والقليوبيه، وامتدت الان لتشمل محافظه الفيوم وايضا محافظات مدن القناه مثل الاسماعيليه وبورسعيد. المتوقع خلال الساعات القادمه ان شاء الله هتستمر هذه الامطار هذه الليله مصحوبه بضربات البرق والرعد معظم فترات الليل، وهتستمر غدا السبت ان شاء الله. المتوقع السبت تكون الامطار ما بين متوسطه وغزيره على عده محافظات منها القاهره، الجيزه، القليوبيه، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، وتمتد للغربيه والمنوفيه والدقهليه والشرقيه وايضا محافظه مطروح ودمياط ومدن القناه، الاسماعيليه والسويس وبورسعيد، وايضا محافظات الفيوم وبني سويف. اما محافظات شمال وجنوب سيناء فالمتوقع مع سياده شده الامطار تصل الامطار لحد السيول نظرا للطبيعه الجغرافيه لهذه المناطق. نعم. ايضا محافظه المنيا وشمال محافظه البحر الاحمر المتوقع تتاثر بالامطار بدايه من هذه الليله وغدا السبت ان شاء الله. طبعا ان شاء الله غدا هتكون ذروه هذه الحاله، الامطار معظمها ما بين متوسطه وغزيره. طبعا مهم جدا ان احنا ناخد بالنا والقياده تكون بهدوء جدا على الطرق. نعم. تجنبا طبعا لانزلاق السيارات، وطبعا عدم ملامسه اي اعمده كهرباء او اكشاك كهرباء او اعمده اناره، وعدم استخدام التليفونات المحموله في تصوير السواقة الكهربيه غير عن بعد نظرا لتجنب السواقة الكهربيه. نعم. ان شاء الله الحاله دي تنتهي معانا يوم الاحد. هتستمر الامطار فقط على المناطق الشرقيه السواحل الشرقيه، لكن باقي مناطق الجمهوريه تنتهي تماما معايا حاله سقوط الامطار. نعم. غدا ايضا متوقع انخفاض في درجات الحراره بحوالي من 5 إلى 7 درجات مئويه مقارنه باليوم. الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.